ونستهل جدول أعمال هذه الجلسة بالسؤال الأول الموجه لقطاع التجهيز والنقل، وموضوعه تثنية بعض المحاور الطرقية. والكلمة لأحد السادة المستشارين من الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي لتقديم السؤال. شكرا سيد الرئيس، السادة الوزراء، سيدة السادة المستشارين المحترمين، سيد الوزير المحترم، في حدود علمنا هناك برنامج على الصعيد الوطني لإنشاء طرق سريعة وتثنية بعض المحاور الطرقية سواء المرتبطة بالطرق الوطنية أو الطرق الرابطة بين التجمعات الحضرية الكبرى. تساؤلنا سيد الوزير يتعلق بالمعايير التي تعتمدها مصالحكم في ترتيب الأولويات وتحديد الأسبقية في برمجة المحاور التي تحتاج إلى الطرق السريعة أو التثنية. شكرا سيد الرئيس. شكرا السيد المستشار المحترم، الكلمة للسيد الوزير للإجابة على السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد المستشار والسادة المستشارين الذين تقدموا بهذا السؤال. كما تفضلتم بطبيعة الحال كاين واحد المجموعة ديال المحددات فيما يتعلق بطبيعة الحال بالاختيارات ديال طبيعة هذه الطرق. هذه المحددات يمكن أن نجملها في ثلاث مستويات. المستوى الأول هو عندنا مخطط طرقي يمتد إلى 2035، وينبني أساسا على مجموعة من الدراسات تتعلق بدراسة ديال عشرانات الشبكة الطرقية، هذا بطبيعة الحال حاضر باستمرار. دراسة حول تحيين تصنيف الشبكة الطرقية، لأن الشبكة الطرقية بطبيعة الحال عندها تصنيف ونكون محتاجين إلى إعادة التصنيف. دراسة حول تمويل وتنظيم القطاع الطرقي بشكل عام، ودراسة حول المخطط الوطني للتجهيزات الطرقية. بطبيعة الحال هذه دراسات فيها واحد العدد اللي هي دراسات استباقية تترتبط بطبيعة الحال بالتحولات اللي غيعرفها هذا القطاع في السنوات المقبلة. المستوى الثاني كاين معايير موجهة ترتبط بحجم حركة السير، فعادة عندما تتجاوز حركة أو حجم حركة السير 750 مركبة في اليوم تنمر إلى توسيع الطريق من 4 الأمتار إلى 6. من يتجاوز 10,000 مركبة في اليوم عادة نمر إلى التثنية لو دي دوبلومون، ومن يتجاوز 20,000 مركبة في اليوم نمر إلى تسكير طبيعة الحال في طرق السيارة. ثم بطبيعة الحال كاين مستوى ثالث الذي لا يمكن إغفاله، يرتبط بالاقتراحات ديال المجالس الترابية، مجالس الجهات، مجالس الأقاليم، ثم السلطات المحلية والمجتمع المدني. وهذا بطبيعة الحال سنامه كله هو تعبئة الموارد المالية التي يمكن تكون محددة بطبيعة الحال في كل هذه المعايير. شكرا السيد الرئيس. شكرا السيد الوزير، الكلمة السيد المستشار المحترم في إطار التعقيب. شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد وزير حول الجواب ديالكم. سيد وزير المحترم، حول السؤال ديالنا، والحمد لله بلادنا كنعيشوا واحد عدد ديال المشاريع، واحد عدد المنجزات ايجابيه وبشرى خير لبلادنا. اننا كتفوق بلادنا 1500 كيلومتر ديال طرق السياره. طبعا هذه الطرق السياره استفدت منها واحد المدن الكبرى مناطق معينه، وبغينا احنا كفريق تجمع الدستوري الديمقراطي السؤال ديالنا وان الطرق تثنية الطرق وتستفد منها مناطق لم تستفيد من طرق السيارة. نعطيكم على سبيل المثال المناطق ديال الاطلس المتوسط من خنيفرة وميدال الراشيدية ورزازات بولمان، هذه المناطق هي فيها ثروات طبيعية. هذه الطرق تثنية الطرق، البرنامج ديال تثنية الطرق سيساهم كذلك في الاستثمار ديال هذه المنطقة هذه. فكنطلبوا منكم السيد وزير المحترم على انكم من خلال هذه الدراسة
اللي كتقوموا بها انكم تدخلوا هذه المناطق باش يستافدوا من المشاريع الوطنيه وهذه البرامج اللي فتحتوها، وغادي يكون تكون هذه البرامج جد ايجابيه على هذه المناطق. نعم كاين انجازات، كاين مشاريع كبرى، ولكن بغينا جميع مناطق المملكه باش تستافد من هذه البرامج هذه. وشكرا. شكرا السيد المستشار. الكلمه السيد الوزير في اطار الرد على التعقيب. هو السيد المستشار، هو بحال اللي قلت لك كاين واحد الخيط ناظم لهذا الشيء، لانه الا لاحظتي طرق السيارات تتربط ما بين 8 د المراكز الجهات، كاين طنجه وجدافاس الرباط الدار البيضاء مراكش بني ملال واكادير، وكاين مراكز جهات تستفيد بطبيعه الحال هذا المشروع الجديد اللي كان عليه جلاله الملك اللي غيمشي من تيزنيت حتى العيون طريق سريع، ومن العيون الداخله توسيعه حوالي 9 ديال الامتار. وثم بطبيعه الحال كاين اللي عندنا فيه واحد مازال الا بغينا نقولوا جهد، هو الجهه ديال درعا تافيلات، لكن عندنا الان مخطط يرتبط بالطريق الوطني رقم 9 والطريق الوطني رقم 13 والطريق الوطني رقم 12 في اطار التصنيف الجديد. الان نحن بصدد مدارسه العقد البرنامج اللي غيرتبط بالطرق السياره. بطبيعه الحال كاين مجموعه ديال الاقتراحات حنا نشوفوها. شكرا. يعني كاين واحد. شكرا السيد الوزير. هو تعبئه الموارد الماليه، ولكن هذا الشيء كلشي حاضر على كل حال. شكرا. شكرا السيد الوزير. وننتقل الى السؤال الثاني، موضوعه تجديد حظيره النقل الطرقي للبضائع، والكلمه لاحد الساده المستشارين من فريق الاتحاد العام لمقاوله المغرب لتقديم السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، السادة الوزراء المحترمون، السيدات والسادة المستشارون المحترمون، السيد الوزير المحترم، كما تعلمون أنه لمواجهة معضلة وإشكالية تقادم وتهالك حظيرة النقل الطرقي بصفة عامة والنقل الطرقي العمومي بصفة خاصة، دأبت الحكومات المتعاقبة منذ 2008 إلى 2016 على تضمين القوانين المالية المتتالية برنامج لتجديد الحظيرة، إلا أنه وللأسف اختفى سنة 2016، وأمام المساءلة داخل قبة البرلمان وكذلك الوعود اللي تعطاتنا هنا من هذا المنبر أنه طمأن المهنيين واللي تقبلوا من شرحنا لهم الظروف التي حالت دون تضمين هذا البرنامج القانون المالي ديال 2016، تقبلوا المسألة بصدر رحب وبروح وطنية عالية. إلا أنه نفاجأ السيد الوزير المحترم أنه في مشروع القانون المالي الحالي الذي نحن بقيد دراسته أنه كذلك نفاجأ باختفاء هذا المضمون الأساسي بالنسبة للنقل الطرقي من هذا القانون المالي، فنسائلكم السيد الوزير ما سبب اختفائه ولماذا لم يدرج ضمن المشروع القانون المالي الحالي؟ وشكرا. شكرا السيد المستشار. الكلمة للسيد الوزير الإجابة على السؤال. شكرا السيد الرئيس، شكرا للسيد المستشار والسادة المستشارين. بطبيعة الحال أنا أتفهم التخوف ديال السادة المستشارين، صحيح كان بيناتنا نقاش حول هذا الموضوع وكان فيه التزام من الحكومة، وهذا الالتزام لا زال قائما لأنه الأسباب ديالو هي أسباب موضوعية تتعلق بطبيعة الحال بالحظيرة ديال هاد المركبات اللي كنا احنا متفقين على انه خاص يكون فيها واحد المستوى من الدعم ومن التحفيز باش يمكن لهاد الحظيرة تكون في المستوى، وهذا متقاسم بيننا وبين المهنيين بشكل عام. اللي يمكن نقول هو انه هاد الموضوع هذا على المستوى الاساسي كان مرتبط بطبيعة الحال بما درجنا عليه سابقا فيما يتعلق بالمنحه ديال التجديد والتكسير، لكن كان دخل على الخط فكره اخرى كانت تقدمت بها وزاره الصناعه اللي متعلقه بالصناعه المحليه، يبدو الى حدود الان الى حدود هذا الوقت اللي تنتكلم فيه ان القضيه لم تنضج بالشكل الكافي، لكن احنا بطبيعه الحال سنحرص على ان الحكومه تجيب التعديل ديالها فيما يتعلق بهذا الموضوع، خاصة أن النقل المالي والمشروع القانون المالي تتناقش في مجلس المستشارين، فتنأكد أننا لازلنا على التزامنا الذي التزمنا به. شكرا السيد الرئيس. شكرا السيد الوزير. الكلمة لأحد السادة المستشارين في إطار التعقيب. شكرا لكم ونقدر لكم السيد الوزير هذا الالتزام وهذا الوعد.
اللي بالطبع انه سوف يضيف الطمانينه على المهنيين، خصوصا وان بعض الارقام عندنا كما تعلمون 3800 في قتيل في طرقاتنا، اللي هي في حق عندها تكلفه فادحه، تكلفه اجتماعيه، تكلفه اقتصاديه اللي كتقدر ب 2.5% بالنسبه للناتج الداخلي الخام، وعندنا كذلك تكلفه لوجستيكيه اللي هي عاليه في المغرب اللي تحد من تنافسيه الاقتصاد الوطني، واللي بالطبع انها تخل بالميزان التجاري وبميزان الاداءات. فاليوم كما تعلمون ان هناك كذلك هيمنه ديال القطاع الغير منظم في هذا القطاع، واللي من تجلياته الاساسيه هو ان الاضرار بالبيئه، وخصوصا ان هذه الحظيره اليوم يمكن يعطي بعض الارقام اللي هي مخجله حقيقه، ونخجل من نفسي كذلك، لان احنا هذه مسؤوليه مشتركه للجميع، لا نحمل المسؤوليه لاحد. هو انه عندنا اليوم 16000 عربه اليوم اللي عندها فوق 40 سنه، يعني لا يعقل انه اليوم في مغرب اليوم ان تكون عندنا 16000 عربه تجوب طرقاتنا عندها اكثر من 40 سنه، وعندنا تقريبا 65000 عربه اللي اكثر من 20 سنه. اذا اليوم انه خصنا يكون هذا، وكنشكركم على الايادي البيضاء التي تقدمونها وتسدونها لقطاع نقل الطرق. شكرا. شكرا السيد المستشار، الكلمه للسيد الوزير في اطار الرد على التعقيب. طبعا الحال لا تنشد على ايدي السيد المستشار، هذا واحد الموضوع اللي اقول يعني ما فيش معليش خلاف. بغيت غير نذكر بعض الارقام، راه الى حدود السنوات القليله السابقه كان هناك تقريبا 1659 حافله او مركبه اللي تجددات، واحد المبلغ ديال 255 مليون ديال الدرهم، والمنحه ديال التكفير كانت همت حوالي 770 عربه بحوالي 112 مليون ديال الدرهم. انا مازلت نقول هذا تيبقى محدود متواضع بالنظر الوضعيه ديال الحاضره. حنا اللي مهم بالنسبه لنا هو اننا ننصوا في القانون المالي ديال السنه المقبله على هذا المقتضى هذا، وان نطوره بطبيعه الحال باش يوصل الى بغينا نقولوا للسرعه ديالو المعقوله، لا فيتاس دو كروازير ديالو. وهذا بطبيعه الحال لا يمكن ان يتم الا بتعاون ما بين الوزارات تجهيز والنقل اللوجستيك والماء وبطبيعه الحال المهنيين. شكرا السيد الرئيس. شكرا السيد الوزير. وننتقل الى السؤال الثالث وموضوعه التخفيف من معضله حوادث السير بالمغرب. الكلمه لاحد الساده المستشارين من فريق العداله والتنميه لتقديم السؤال. شكرا السيد الرئيس، السادة الوزراء، السادة المستشارون المحترمون. سؤالنا هو حول التخفيف معدلات حوادث السير لكون القتل يستمر أو مستمر على طرقاتنا. لذا نسألكم السيد الوزير المحترم عن تقييمكم للاستراتيجية، وما هي الإجراءات المتخذة والاستعجالية للتخفيف من حوادث السير على طرقاتنا. شكرا السيد الرئيس. شكرا السيد المستشار، الكلمة للسيد الوزير الإجابة على السؤال. شكرا السيد الرئيس، شكرا السادة المستشارين فريق العدالة والتنمية. بالطبع كانت هناك مجموعة من الاستراتيجيات اللي مشات من 2003 ل 2013، او دعونا نقول مجموعة من البرامج تم التقييم ديالها بمساعدة خبراء من البنك الدولي، والمفردات ديال هذا التقييم التي يعني إذا بغينا نقولوا تواترت في هذا الموضوع، كاين بطبيعة الحال الإشكال ديال المسؤولية ديال السائق على مستوى السرعة واحترام قواعد السير، كاين المراقبة، كاين التشوير. لكن على كل حال هذا التقييم بين أنه كانت هناك بطبيعة الحال واحد المجموعة ديال إذا بغينا نقولوا ديال الثغرات التي سيتم تجاوزها في الاستراتيجيه ديال 2017-2026 التي تمت المصادقه عليها تحت رئاسه السيد رئيس الحكومه بتاريخ 18 ماي 2017. وبطبيعه الحال تتحدد واحد الهدف اللي هو كبير جدا وطموح، هو خفض عدد القتلى بنسبه ديال 55% في افق 2026. بغيت غير نشير السيد المستشار المحترم اننا رغم هذه الاشكاليات اللي كانت في هذه السنوات، لكن استطعنا اننا نهبطوا تحت الخط ديال 4000 قتيل. انا دائما تنتاسف حيت تنقول هذه القضيه، لانه قتيل واحد بطبيعه الحال هذا يؤلمنا جميعا، لكن على مستوى الارقام لابد ان نقول ان بلادنا استطعت تهبط على هذه العتبه هذه، والمعول عليه انه من 2026 نكونوا اقل من 2000 قتيل، وهذا بطبيعه الحال المقارنه
على المستوى الدولي غيدير بلادنا في واحد المرتبه متقدمه. بطبيعه الحال كاين واحد العدد ديال الامور اللي غادي تكون تقويه تشديد المراقبه، تركيز المراقبه الطرقيه خارج المدار الحضري على مجموعه المخالفات، توجيه. اذا كاين واحد العدد ديال الامور اللي دارت، ومنها بطبيعه الحال هذا العمل كله اللي غنديروا على مستوى تجهيز بالرادارات وعلى مستوى تقويه الرقابه ما بين الدرك الملكي والامن الوطني. شكرا السيد الرئيس. شكرا السيد الوزير. الكلمه لاحد الساده المستشارين في اطار التعقيب. شكرا السيد الوزير المحترم على هذه التوضيحات. نحن بالقدر الذي نتمين هذه الاجراءات المتخذه وهذه الاستراتيجيات، لكن نشارككم ايضا نفس الموضوع، ان قتيل واحد بالنسبه الينا هو قتيل في الحقيقه، انه نفس محرم قتلها كيفما تكون الحال، خصوصا اذا كانت القضيه احيانا قد تكون بتعمد ان لم تكن العربه في وضعيه جيده او تصوير في وضعيه جيده او غيرها من الاجراءات الاخرى، قد يكون هذا من قبيل القتل المتعمد. لكن في نفس الوقت سيد الوزير انكم في هذه الاستراتيجيه اللي تحدثتم عنها انه في افق 2026 يمكن تخفيض الامر الى النصف، يعني غتبقى عندنا 2000 قتيل بعد 2026، يعني مدة طويلة جدا ننتظرها، يبقى عندنا 2000 قتيل، يعني يستمر القتل في بلادنا وعلى طرقاتنا بأخطاء بشرية أو أخطاء ذات طبيعة ترجع إلى البنية التحتية. وهنا السيد الوزير لابد أن أقف هنا عند البنية التحتية لأقول بأن ضعف التصوير أحيانا الأفقي والعمودي أنه يكون سببا أحيانا سواء داخل المدن أو خارجها في هذه العملية ديال القتل، خصوصا أنه أحيانا لا يصاحبه لا صيانة لا من قبلكم السيد الوزير خارج المدار الحضري ولا بالمواكبة مع الجماعات الترابية داخل المدار الحضري، مما يجعل أن المواطن عرضة للقتل. حماية طريق السيارة مثلا، المواطنون يفرون من الطرق العادية ويفرون إلى الطرق السيارة، لكن يجدون أنفسهم أحيانا عرضة للقتل بسبب البهائم المنتشرة أحيانا بالرغم من القانون بالرغم من الحواجز، فالبهائم ترعى بجانب الطرق. أنا أقترح السيد الوزير هنا على مستوى المدن، وهنا لابد من تخصيص تمويل بشراكة مع الجماعات الترابية وتخصيص ممرات لل الدراجات النارية، خصوصا أن نسبة القتل على مستوى هذه الفئة أنه يتنامى بشكل كبير جدا كما هو مشار إليه بالإحصائيات. بالنسبة للعربات السيد المستشار قبل قليل شار بأن 16 عربة 16 ألف عربة اليوم في مجال نقل السلع أنها أكثر من 40 سنة، الأمر نفسه في مجال نقل الطاكسيات بالرغم من المنحة التي نتمنها، لكن مع ذلك المستشار أنها لم تؤكلها لأسباب متعددة خصوصا من التمديد. شكرا السيد المستشار المحترم. الكلمة السيد الوزير في إطار التعقيب. عندي جوج ملاحظات السيد المستشار بسرعة. أولا صحيح كل قتيل هذا يؤلم، لكن هذا الجهد ديال اننا نقصوا بالنصف راه ماشي سهل. على كل حال دابا حنا تحت 4000، وإلا خدينا النسبه لعدد الساكنه راه حنا والولايات المتحده الامريكيه بحال. انا تنقول هذا الشيء لان شي مره تتكون شويه ديال المبالغه في هذا الامر. على كل حال هذا الشيء ديال السلامه الطرقيه شيء نام ابينا، هو لابد نرجعوه نقعدوه بالارقام. المساله الثانيه، انا لا اريد ان الكلام اللي قاله السيد المستشار يتفهم شي شويه من طرف الراي العام، لان قلتي البهائم في طرق السياره هذه حالات محدوده جدا لا ينبغي تعميمها. الحاله الطرقيه الان في بلادنا راه حنا تجاوزنا 1800 كيلومتر ديال طرق السياره، عندنا اكثر من 1100 كيلومتر ديال الطرق السريعه، وهذا كله شكرا السيد الوزير كبير اللي دار في بلادنا الذي يجب بطبيعه الحال تذكير به. شكرا سيد الرئيس. شكرا السيد الوزير. السؤال الرابع موضوعه وضعية ميناء طنجة المتوسطي، والكلمة لأحد السادة المستشارين من فريق التجمع الوطني الأحرار لتقديم السؤال. شكرا سيد الرئيس. السيد الوزير المحترم، يعتبر ميناء طنجة المتوسطي معلمة اقتصادية بامتياز وفخرا لكل المغاربة الذين استبشروا خيرا بهذه المنشأة التي ستخفف من معاناتهم مع الاكتظاظ والطوابير الانتظار الطويلة، إلا أنه لوحظ في الآونة الأخيرة تراجعا كبيرا لأداء وخدمات هذا المرفق الحيوي الذي استشعره المرتفقون سواء من المستثمرين ورجال الأعمال.
أو من أبناء جاليتنا المغربية بالخارج وكذلك المقيمين ببلدهم. السيد الوزير المحترم، ما هي الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارتكم نهجها لرد الاعتبار لهذا المرفق الحيوي الكبير لتحسين الخدمات المقدمة؟ شكرا السيد المستشار، الكلمة للسيد الوزير. شكرا السيد المستشار المحترم. أنا كان بودي السيد المستشار لو كان شرطي لهذه القضايا اللي قلتي أنه لوحظ فيها واحد التراجع، لأنه الأمور اللي دارت في هذه العملية العبور ديال 2017 وأنا عندي التقرير، يعني في مجملها كانت جيدة، لأنه هذا المرفأ هذا اللي هو من المرافق الكبيرة في بلادنا عنده إمكانية ديال استقبال 1.6 مليون من يعني ديال المسافرين في عملية ديال مرحبا، وكثر من 2.7 مليون في السنة. وطبيعة الحال دارت واحد المجموعة ديال الأمور على مستوى البنية التحتية، تحسين سير العربات داخل المناطق ديال الإيركارت، هيئة الممرات الخاصة بتسجيل السيارات، تنظيم عملية بيع التذاكر، إعادة هيئة منطقة البيع ديال التذاكر، معالجة الحافلة. إذا دارت واحد المجموعة ديال الأمور. إذا كانت هناك أمور محددة التي يمكن بطبيعة الحال أن نعود إليها بشيء من التفصيل، وإلا في العموم ما تم إنجازه خلال السنوات القليلة فيما يتعلق بطنجة المتوسط يعني كبير جدا، واستجب بطبيعة الحال واحد العدد ديال الطلبات والملاحظات اللي كانت تدار يعني في المراحل السابقة فيما يتعلق بالعمليات ديال العبور. شكرا سيد الرئيس. شكرا السيد الوزير. الكلمة لأحد السادة المستشارين في إطار التعقيب. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا السيد الرئيس، السادة الوزراء المحترمين، السادة السيدات المستشارين المحترمين. شكرا السيد الوزير على جوابكم واشكركم كذلك، وانا مقتنع داخل الفريق بان هذا الميناء هو مشروع ضخم مندمج غير استراتيجية النقل الدولي في بلادنا عموما وفي حوض البحر الابيض المتوسط على الخصوص، واعتبارا لهذا الدور الرائد الذي اسس له خدمة للاقتصاد الوطني، وجدنا أن الخدمات المقدمة لا ترقى إلى الطموح وتسيء إلى هذه المعلمة النموذجية الذي حركت الاقتصاد الدورة الاقتصادية والوطنية. سيد الوزير المحترم، المطلوب منكم إعطاء تعليماتكم الصارمة من أجل صيانة هذا الميناء وتوفر أقصى الخدمات فيه، على اعتبار أنه أحد الوجهات التي تستقطب زوار المملكة على كافة المستويات السياحية والاقتصادية، فلا يعقل أن نجد في ظروف الاستقبال لا ترقى إلى المستوى الذي يليق بهذا المرفق الكبير، ناهيك عن رداءات ووساخة المرافق الصحية وغياب تام للمقاهي والمطاعم، علما أن الأزبال المترامية في الميناء وعلى جنباته الشيء الذي يسيء لهذه المعلمة ولا يليق بمستوى هذا المشروع الوطني الذي نعتبره وجهة المغرب البحرية. وشكرا. شكرا للسيد المستشار. كلمة السيد الوزير للرد على التعقيب. على كل حال بغيت غير نذكر بواحد العدد ديال الامور اللي دارت التي مكنت من تقليص زمن العبور الى مده لا تتعدى ساعتين في ظروف جيده. قلت كاين تحسين سير العربات داخل مناطق الاركاب بوقف واحد المخطط للسير والجولان، كاين تهيئه الممرات الخاصه بتسجيل السيارات ومدخل خاص باركاب العربات، كاين اعاده تهيئه ممر السيارات عبر توسيع الفضاء، كاين تهيئه فضاء الانتظار قبل دخول الممر خاصة بالتسجيل، كاين الفصل المادي بين تدفقات الوصول والمغادرة عبر تقوية وسائل المعالجة على مستوى المحطة البحرية مع تخصيص ثلاث مصاعد وثلاث سلالم متحركة، إنشاء سوق صغيرة لخدمة المسافرين المستخدمين الميناء، تقوية العوارض الخشبية المخصصة للجلوس، تنظيم عملية بيع التذاكر المطارف في الشركات البحرية، إعادة هيئة هذه المنطقة بالنسبة للممرات الخاصة بتسجيل السيارات، معالجة الحافلات على مستوى فضاء الاستراحة، تعزيز هذا الفضاء مساحة 1000 متر مربع وقع في المنطقة ما قبل الإركاب، في فضاء استرخاء يحترم المعايير. هذه مجموعة الأمور اللي دارت. أنا قلت كان بودي إذا كانت شي حاجة يعني دقيقة اللي يمكن نطلب المعالجة ديالها. شكرا السيد الرئيس. شكرا السيد الوزير. وقبل أن نمر إلى السؤال الخامس، يحضر معنا في هذه الجلسة وفد من الجمعية الصينية الفرنسية الأوروبية برئاسة السيد مينغ، فمرحبا بهم معنا في هذه الجلسة. شكرا.
السؤال الخامس موضوعه تعثر الأنشطة المينائية بمدينة الداخلة، والكلمة لأحد السادة المستشارين من الفريق الحركي لتقديم السؤال. شكرا سيد الرئيس. السيد الوزير المحترم، يعتبر ميناء الداخلة من أهم الأقطاب الاقتصادية بالجنوب، لاعتبار أنه شقل واحد العدد هائل من المستخدمين في قطاع الصيد البحري، إلا أن هذا السيد الميناء سيد الوزير هذا الميناء تتبعه منطقة خاصة بالأنشطة المينائية على مساحة تقارب 300 هكتار. هذه المنطقة هي تتعثر فيها الاستثمارات لأسباب نجالها اللهم باستثناء 3 و4 وحدات التجميل لمقامة حاليا. نسألكم سيد الوزير عن ما هي الأسباب التي تعوق المستثمرين للولوج لهذه المنطقة، خصوصا أنها منطقة تتواجد إلى قرب ميناء اللي هو حيوي في الجنوب، وشكرا. شكرا السيد المستشار. كلمة السيد الوزير. كما تفضلت السيد المستشار، بطبيعة الحال هذا ميناء مهم. سنة 2016 استقبل ما يناهز 2450 رحلة، وعالج نشاط تجاري بلغ 653614 طن، وهذا مجمل نشاطه مخصص للصيد البحري حوالي 602000 طن. فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذت لتسريع الأنشطة المينائية بالمنطقة الصناعية، كما لا يخفى عليكم قامت السلطات المينائية بالتهيئات وتجهيز جزء من المنطقة المينائية تقدر مساحتها بحوالي 60 هكتار من أجل استقطاب الأنشطة التالية: الخزن والإيداع المينائي، تبريد وتجميد المنتوجات خاصة البحرية، أنشطة مرتبطة ببيع قطاع غيار، أنشطة وصناعة تحويلية، وبنايات ومجمعات إدارية. وعقدت المنطقة مؤخرا إطلاق مشروع إنشاء 6 وحدات صناعية قصد خلق قطب صناعي، والراجح أن هذا عنده واحد شوية العلاقة بطبيعة الحال بالميناء ديال الأطلس، ميناء الداخلة الأطلسي الذي ستنطلق فيه الإشغال قريبا إن شاء الله. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير، والكلمة لأحد السادة المستشارين في إطار التعقيب. شكرا سيد الوزير على التوضيحات. بطبيعة الحال نحن لا يخفى علينا على أن الميناء بالنسبة لميناء الداخلة هو ميناء خاص للصيد البحري. الصيد البحري كتعول عليه الجهة ومدينة الداخلة والجنوب ككل في خلق واحد الرواج وفرص شغل كثيرة. المساحة اللي مجهزة حاليا 60 هكتار، مرت عليه 15 سنة، تعثر الاستثمارات فيها، واش تعقد إجراءات مصدرية، واش نسبة السومة الكرائية، ما إلى ذلك. كاين معطى جديد السيد الوزير تمشرته له، ألا هو إنشاء ميناء أطلسي جديد. فما هو المال لهذه المنطقة؟ في حال بناء ميناء أطلسي جديد ستتحول المنطقة الصناعية الخاصة بالأنشطة المينائية للميناء الجديد، ما مصير الأنشطة ذيك المنطقة ديال 300 هكتار؟ شرتم إلى إنشاء 6 وحدات خاصة بالتصبير، هذه وحدات صناعية مهمة قد تشغل يد عاملة مهمة. والسيد الوزير انتم كاين تحفيزات، كاين تشجيعات لهذه الوحدات اللي المستثمرين ديالها بادروا باش ينشئوا هذه الوحدات في ظروف اللي كيعرف الجميع، فهمتني، ربما هما بادروا مشاو لهذيك المنطقه. واش الاداره ديال وزاره الصيد البحري وجهتهم؟ واش توجه الرسم؟ واش كاين تشجيعات حقيقيه بالنسبه لهذ المستثمرين على الاقل اللي تمكنهم على انهم يمشوا بهذه الاستثمارات ديالهم في الطريق الناجحه ويتحقق لنا واحد الرواج مهم في الجهه؟ وشكرا سيد الوزير. شكرا السيد المستشار. الكلمه للسيد الوزير. هو الى شفنا هذه القضيه ديال هذه المشاريع اللي انطلقت مؤخرا ديال 6 وحدات صناعيه، للغرض هو بطبيعه الحال يكون واحد القطب صناعي تنموي لتثمين منتوجات البحر، وهذه غدار على واحد المساحه ديال 9 هكتار. احنا فيما يتعلق بالاختصاص ديال الوزاره، احنا بطبيعه الحال مطالبين كما قال السيد المستشار بتهيئه هذه يعني المحطه المينائيه. بطبيعه الحال اذا كانت هناك بعض الاشكالات اللي مرتبطه بما يتعلق بالاختصاص ديال الوزاره، احنا مستعدين نشوفوها. هذه القضية بطبيعة الحال ديال الميناء اللي غيكون يعني 60 كيلومتر شمال سميتو،
هذا بطبيعة الحال التقديرات الأولية هي تقديرات فيما يتعلق بالتثمين ديال الصيد البحري غتكون جيدة، لأنه هذا غادي يعطي إمكانيات أكبر، لكن هذا ما تيمنعش بطبيعة الحال أنه هذا الميناء الحالي تنطلق فيه بطبيعة الحال واحد المجموعة ديال الأنشطة، ولما غيكمل الميناء الآخر أكيد ستكون هناك تدابير فيما يتعلق بطبيعة الحال بالانتقال الى الميناء ديال الداخل الاطلسي بطبيعه الحال بظروف تسمح بمزيد من التقويه ديال هذه الانشطه هذه. شكرا سيد الرئيس. شكرا السيد الوزير. والسؤال السادس موضوعه وضعيه المسالك والطرق بالعالم القروي. الكلمه لاحد الساده المستشارين من الفريق الاستقلالي لتقديم السؤال. شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس، سيدات والسادة الوزراء، سيدات والسادة المستشارين، رغم المجهودات المبذولة من قبل الوزارة من أجل ربط المدن بمحيطها، لا زالت بعض المناطق لم تحظى بعد بنصيبها من العناية، حيث يصعب المرور من منطقة إلى أخرى، مما يعطل النمو ويعرقل التواصل بين الساكنة وخاصة بالعالم القروي. ولا يخفى على الجميع ما يخلف هذا الموضوع من آثار سلبية على الساكنة سواء في العالم القروي أو الحضري. لذا نسائلكم سيد الوزير في الفريق الاستقلالي، متى سيتم التعامل مع هذا الموضوع بعدالة بين جميع المناطق سواء الحضرية أو القروية؟ شكرا السيدة المستشارة. شكرا السيدة المستشارة. الكلمة للسيد الوزير الإجابة على السؤال. شكرا السيدة المستشارة. أنا تنظن السيدة المستشارة في كل الحالات هذا الموضوع يتعامل معه بالعدالة المطلوبة. ربما كانت بعض الثغرات في التجارب السابقة، لأن كل حالة شيء ماشي جديد يعني للإنصاف، لأنه من تنتكلموا على الطرق القروية أو البرنامج الدار كان سنة 1995 واللي كان كلف 6 مليار ديال الدرهم ودارت فيه 11000 كيلومتر من الطرق، وتابعت الحال تم التقييم ديالو ومرينا البرنامج الثاني ما يسمى ببرنامج الطرق القروية الثاني اللي كلف 15.5 مليار ديال الدرهم، واللي امتد كان يفترض يمتد ما بين 2005 و2015. باقي فيه بعض المسالك مازال ما كملتش، وانا سبق لي قلت السادة المنتخبين اللي استقبلتهم يمكننا ما نشدوش، ولكن شريطة ان المجالس المعنية تدفع الحصص ديالها. راه عندنا تقريبا اكثر من 750 مليون ديال الدرهم اللي خصنا نحصلوها. ثم كان موازى مع هذا البرنامج كان دار واحد البرنامج ديال التأهيل الترابي اللي كلف 2.5 مليار ديال الدرهم في 2320 كيلومتر من الطرق و68 منشأة. ثم اخر برنامج هو اللي كان اعلن عليه جلاله الملك ديال تقريص الفوارق الاجتماعيه في 22000 كيلومتر 250 منشاه فنيه بكلفه ديال 28 مليار ديال الدرهم، وغادي يهم 3.5 مليون ديال الساكنه القرويه. وكاين حنا عندنا في هذا الاطار برنامج ديال تاهيل طرق القرب في 8000 كيلومتر 180 منشاه بكلفه ديال 8 مليار ديال الدرهم. هذا اخر برنامج الان نحن بصدد تنزيله. شكرا سيد الرئيس. شكرا السيد الوزير. الكلمة لأحد السادة المستشارين من الفريق الاستقلالي للتعقيب. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، المسالك الطرقية في العالم القروي في وضعية جد صعبة، ومن أجل إحداث إقلاع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لابد من تهيئة الطرق والمسالك. السيد الوزير، الحصيلة في برنامج الطرق القروية على مدار العشر سنوات الأخير محدودة مقارنة مع تطلعاتنا للمستقبل ورهاناته. هذيك البرنامج العشر سنوات ما عطات شي حاجة، وخصوصا في إقليم وزان طرقان لا غالب إلا الله، إلا طاحت الشتاء غيرجع إقليم وزان العالم القروي ديالو كامل معزول. السيد الوزير، إنجاز وإصلاح وتقوية وتنمية المسالك الطرقية بالجماعات القروية تشكل معضلة حقيقية رغم ما أنجز من البرنامج المذكور لبرنامج العشر سنوات. سيد الوزير، رغم توفير شبكة طرقية على صعيد المجالات الترابية ضمن الطرق التي نسميها طرق لأنها لا تحمل أي مواصفات، وخاصة المسالك الرابطة بين الدواوير والقرى وحتى المراكز القروية مما يزيد في عزلتها،
مثلا على سبيل المثال لا الحصر اقدم وزن، نعطيك جماعه مقرصات واحد مجموعه من الضواور الى مشى السيد الوزير كطاح اشتغل الصباح معزوله، اكثر من 50% من الضواور جماعه مقرصات معزوله، ما نهضرلكش على جماعه عين بيضاء والزومي بقره والنانه سيدي بوصبر سيدي احمد الشريف واحد مجموعه 16 جماعه قرويه. السيد الوزير حنا نقترح لك في الفريق واحد المجموعه الاقتراحات في الطريق الاستقلالي، وهاد الجماعه اللي قلت لك السيد الرئيس في واحد الطريق لحد الساعه ما تدمرش منا الناس، ورغم انها كانت معبده ومشات نهائيا الطريق اللي تضم واحد المجموعه من الدواوير مثلا البريات غلاد القلعه امطي الشراطين وزيد واحد الخمسه دور والدور اخرى في نفس المحور معزوله. السيد الوزير نقترح عليك وضع مخطط يترجم اولويات الساكنه من حيث الخصائص وحجم العزله لتجاوز تفاوتات القائمه على مستوى نفس الجهه وجدول زمنيه معينه للانجاز، وكذا لتعزيز الربط مع المحاور الطرقيه الجهويه الثانويه. شكرا المستشاره المحترمه. اشراك الفعاليين ربط المحاسبه. سيد وزير انتهى الوقت. سيد المستشاره الكلمه السيد الوزير للرد على التعقيب. سيد المستشاره قبل ما تقترحي عليا مخطط قول لي يا راه غادي تكلمي لي على مقريصات وعلى البيضاء وداك الشيء باش انا نجاوب، باش حتى الا كانت شي حاجه اللي ما داخلاش ندخلوها، لان انا تنتكلم لك على برنامج الفوارق الاجتماعيه راه فيه 36 مليار ديال الدرهم وشارك فيه المنتخبون والسلطات المحليه، اكيد ان هذه المنطقه داخله فيه. انا ما كرهتش كوزير اللي كان كنت عارف نجيب انا شنو عندي وتقول لي كمستشاره شنو اللي كاين ونلقاو حل، اما دابا انا ما يمكنليش نجاوبك بكل صدق ما نقدرش نحكم ما عارفش، ولكن كنت تنتمنى علاش؟ لان مازال حنا خدامين في البير دي تي اس هذا البرنامج هذا، باش الا كانت شي حاجه لم تؤخذ بعين الاعتبار تؤخذ بعين الاعتبار. انا اجبتك بشكل عام باش نبين بانه بلادنا فيها واحد الخيط ناظم، انا تنقول ما برطاتش بالدرجه بهذه الحكومه، هذا خيط ناظم كان فيه برنامج اول برنامج ثاني برنامج تاهيل ترابي، وكاين هذا البرنامج اكبر قسط فيه هو الطرق 36 مليار ديال الدرهم، وانا اقول وحنا كمسؤولين كاملين خصو ينجح، لان 36 مليار ديال الدرهم راه تيدفعها دافع الضرائب خصو ينجح. شكرا السيد الوزير. الامور اللي خصو يمشي لها. شكرا السيد الوزير ونشكرك على مساهمتك معنا القيمه في هذه